شفت تجاوزات في العمليه الانتخابيه؟ والله يا حضرتك، هو في تجاوزات لدرجه بنت لذينه، يعني في كل لجنه في عربيات واقفه بره وبتحمل ناس وتعالى انتخب وهديك فلوس. عند يوسف السباعي وعند مدرسه القدس في ارض اللواء، في كل حته. لا، عن نفسي انا ما شفتش الموضوع ده بصراحه. يعني حضرتك لو تحكم على سير العمليه الانتخابيه تحكم بيه؟ ان شاء الله نزيها ان شاء الله. لا، ما حصلش. لا يعني لو حضرتك هتحكم على سير العمليه الانتخابيه تقول عليها ايه؟ لا، نظيفه وشريفه حلوه، مفيش حاجه فيها. كان في قدام المدارس اللي في ارض اللواء اللي انا شفته، كان مدرسه النور وخطاب والكرام. اللي كان فيه شويه شباب كانوا بيقفوا طبعا مرشح معين، كانوا بيحاولوا يقنعوا الناس بالمرشح باللي هم يعني هم انصار، كانوا بيحاولوا يقنعوه باللي هم ان هم ينتخبوا واحد معين. لا، ما شفتش اول اي حاجه من الكلام ده. حضرتك الدنيا ماشيه زي الفل وعادي يعني، الحمد لله. على فكره ما فيش انتخابات ما بتمشيش من غير كده، لازم تمشي بحاجه زي كده. يعني الناس ممكن لو هناخد اصوات ماشي خدها، بس بالطريقه بضميرك، لكن انت ما تبقاش ضميرك عشان تاخد صوت ملوش لازمه ب 100 جنيه او 200 جنيه. والله بصراحة أنا شايف في المرحلة الثانية العملية هادية، والاثنين المرشحين اثنين برضو كويسين على ثقة، والسي بتاعهم عالي جدا، فما فيش أي تجاوزات بينهم لأن الناس متعلمة وناس جامدة. تجاوزات ولا في رشوة ولا في أي حاجة من الكلام ده. إيه رأيك في سير العملية الانتخابية؟ لا تمام، الحمد لله كله أمن ماشي كويس. يعني في الإعادة أحسن من المرة الأولانية. لا والله ما شفتش أي حاجة، كل حاجة ما شاء الله ماشي تمام، وأنتوا عارفين يعني الشعب المصري ما شاء الله قنوع، يعني ما فيش اي حاجه يعني. وعندنا شفتي ايه بقى؟ رساوي و حاجه. بيدوا كام؟ 50 و100 وحاجات من دي. اتعرض عليكم حاجه انت وماما؟ وعملتوا ايه؟ احنا ما بنقس. لا، هو فين؟ مفيش رشاوي ولا اي حاجه، بس هو كان في بس اعداد مندوبين بيوجهوا للناخبين فقط لا غير، بس هو مفيش رشاوي ولا في اي فلوس ولا في اي حاجه من دي.